شوفوا هذول هاي نتقبحها باعوا السيارات وباعوا الناس كلها جايه. اليوم احنا نطالب من خلال هذا البث المباشر، نطالب المرجعيه العليا السيد علي السيستاني والقائد السيد مقتدى الصدر وجميع انسان شريف يحاسب من قتل ابنائنا ابناء البصره وابناء الزبير وابناء الناصريه وابناء العماره وابناء السماوه والديوانيه والنجف الان تنزف وكربله. نطالبكم يا مرجعيتنا العليا، نطالب المرجعيه العليا ونطالب السيد مقتدى. اريد القصاص من دوله اللي دمروا شبابنا، دمروا بدال لا نزف عريس هسه ونفرح امه، لا زفيناه شهيد. يستاهل العراق. ننطيه بعد اكثر. يستاهل العراق. لا اله الا الله. ابطال ابناء البصره. لا اله الا الله. في قتل محمد رسول الله. الشهادة.